حلقة جديدة من حلقات المفتش أبو جلمبو. برنامج طب طبخ، برنامج تلفزيوني واقعي خاص بمجال الطبخ، واللي يتيح حمام هواة الطهي دخول عالم المطبخ والطهاة العالميين. تشهد الحلقة الأسبوعية من البرنامج خروج أحد المشتركين ذو الأداء الأدنى بحسب رأي اللجنة طبعا، عشان يتأهل لحلقة الختام. وتأهل لحلقة الختام 4 مشتركين يتنافسوا على الفوز بلقب توب طبخ المطبخ. ولكن أحد المتأهلين في الحلقة الأخيرة الشيف مصطفى ساطور انسرقت منه عدة الطبخ حقته كلها من سكاكين وسواطير وبهارات، وجاته حالة صدمة لأنه هذه الحلقة اللي فيها تحديد مصير الفوز. الشيف المتسابق اتصل على أبو جلمبو وقال له: الحادي يا أبو جلمبو، عدة الطبخ الجامدة بتاعتي اتسرقت، هذا الحال في نهاية بتاعت البرنامج، وانا حاسس اني ممكن افوز في البرنامج ده واكسب الجائزة الكبيرة واللقب على طول. احرم عمري بيه يا ابو جلمبو، ارجوك الحقني وبسرعة قبل ما تبدأ الحلقة يا ابو جلمبو. ابو جلمبو وصل لمكان تصوير البرنامج بالهليكوبتر حقه بسرعة. ابو جلمبو حسب تحليله ومنطقه للقضية ما راح يستفيد من اختفاء عدة الشيف مصطفى غير المتسابقين الثلاثة اللي معاه، واللي كانوا المشتبه الاول الشيف مفرح كبسة، واللي كان مختص بالمطبخ الخليجي، واللي قال: انا الاقوى في هذا السباق، ومن كان له حيلة فليحتال، هذه منافسة يا ابو جلمبو، وانا ساعمل ما في وسعي عشان افوز. المشتبه الثاني الشيف عدنان كرشة، واللي كان مختص بالاكل الشعبي، واللي قال: احب اللحوم والتقاطيع وبشارك اليوم بطبق كلاوي وكبدة، بس الله يعيننا على التقطيع. والله عين شيف مصطفى، انا حاسس بمعاناته، الله يوفقه الموسم القادم. اما المشتبه الثالث فكانت الشيف خيرية خيار، مختصة بالاكل الصحي والسلطات، واللي قالت: هدفي في هذه المسابقة اثبت للعالم انه الاكل الصحي مو اقل لذة من اكل العم مصطفى ساطور ابو المجالي، وانا عارفة اني انا اللي طبعا راح افوز. المفتش ابو جلمبو: اقول احس اني كفشته، وانتو كفشتوه؟ مين اللي سرق عدة الطبخ حقة الشيف والمتسابق مصطفى ساطور؟ هل هو 1 الشيف مفرح كبسة، او 2 الشيف عدنان كرشة، او 3 الشيف خيرية خيار؟ ارسل رسالة على واتساب الإذاعة بالإجابة الصحيحة على رقم 0556689001، وحيعرض اسم الفائز والإجابة الصحيحة في برنامج السهرة أحلى.